الشراقة لهذا الأسبوع مشاهدين نتحاور مع الدكتور محمود الضبع، ناقد وأستاذ جامعي. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك وبقناة الشارقة. حياك الله. في البداية دكتور، أتحدث عن مشروعك الخاص والذي كتبت فيه حول الثقافة والهوية والوعي العربي. اليوم العالم العربي مر بمتغيرات متعددة ومختلفة، تحديدا في الفترة الأخيرة، كيف أثر ذلك على الأدب العربي؟ شكرا لاهتمام قناة الشارقة بهذه القضايا، لأنها تمثل المستقبل العربي الآن الذي يجب علينا أن ننظر إليه في كل متكامل. هذه بالمناسبة جزء من إجابتي على السؤال، لأن الأدب لم يعد اليوم بمعزل عن الثقافة والسياسة والاقتصاد، لأن الأدب يدخل الآن في إطار ما يسمى باقتصاديات المعرفة. اقتصاد المعرفة، كيف نبني اقتصادا ليس معتمدا فقط على الموارد المادية، ولكن يعتمد أيضا على الفنون والآداب والغناء والمسرح والسينما وما إلى ذلك. وبالتالي كيف نرى المتغيرات العالمية على الأدب على وجه الخصوص؟ بالطبع هناك علاقة قوية تؤثر على الأدب، لأن الأدب جزء من الثقافة العامة لما يحدث في العالم. وكما أن العالم يمر بتحولات جذرية في مفاهيم الإنسان وفي مفاهيم الثقافة وفي مفاهيم علاقات الجوار وفي مفاهيم إعادة الصيغ اجتماعية بشكل عام، فكذلك الأدب أصبح استجابة لذلك. أول ملمح يمكن أن نرصده في الأدب الآن هو تأثير التكنولوجيا على مفهوم الأدب، لأن التكنولوجيا أعادت صياغة الأديب من جهة، أعادت صياغة النص الأدبي من جهة ثانية، أعادت صياغة مفهوم الناقد من جهة ثالثة، أعادت صياغة مفهوم التلقي من جهة الرابعة. دعونا ندخل أكثر عمق في المسألة. الأديب قديما كانت له موضوعات في غياب التكنولوجيا، مثل مثلا موضوع الحب والحرمان والهجر. الآن في ظل وسائل الاتصال المعاصرة لم يعد هذا الموضوع صالحا للتداول الأدبي. أنا أعطي أمثلة بسيطة جدا على مسألة الأدب وكيف أنه تأثر، وبالتالي ظهرت موضوعات جديدة. أبسط ما يمكن أن يقال فيها موضوعات إذابة الحدود والفوارق بين الديانات والشعوب والعوالم، لأن التكنولوجيا أحدثت ذلك. الأبناء الصغار وهم يلعبون ألعاب البابجي والفورتنايت وما إلى ذلك يشتركون مع أبناء أمثالهم من جميع أنحاء العالم دون عائق اللغة، دون عائق الجنسية. وبالتالي أصبح الأدب أيضا استجابة لهذا الأمر، فأصبحت جماليات الأدب متطورة عما كانت عليه سابقا، وبالتالي انفتحت الآفاق على مصراعيها، ولم يعد هناك ما يمكن أن يسمى بالخصوصية الفردية الثقافية للأدب، وإنما أصبح هناك مشترك عام، وأصبحت مهمة الأديب هو كيف يقدم خصوصية مجتمعه بوصفها هوية وليست بوصفها ملامح أو عناصر ثابتة. دكتور، حول حديثنا حول الخصوصية، في السنوات الماضية أو في العقود الماضية على وجه التحديد كانت هناك هذه الدعوة للعولمة والعالم قرية صغيرة كجملة متداولة. اليوم الثقافات كلها متشابهة، لكن البعض قد يرى أن هذه العولمة خلقت تشابها مفرطا أحيانا أكثر عن اللزوم، وذابت أو تلاشت نوع من الخصوصية سواء الفردية الإنسانية، أو حتى ربما أسترجع مارك أوجي عندما تحدث عن اللا أمكنة وتشابه الأمكنة الزائد عن اللازم. اليوم كيف نوازن ما بين العولمة وحاجتنا لهذا التشابه، وأيضا خصوصية وفرادة كل مجتمع وأدب وثقافة؟ طيب، لكي نشرح هذه المسألة، لكي نجيب على كيف نواجه، علينا أولا أن نحدد
أين نقف وما ملامح الوضع الراهن؟ الوضع الراهن هو نتاج تطور لعدة مراحل سابقة. بدأت المسألة بالحداثة، والحداثة اقتضت العولمة لإحداث هذا التشابه بين دول العالم، ثم أفضت العولمة إلى ما بعد الحداثة، ثم أفضت ما بعد الحداثة. هي فكرة بسيطة جدا تعتمد على لا مركزية الإنسان. بدلا من أن الإنسان كان هو المركز الذي تدور حوله كل الكائنات والمخلوقات الموجودة على ظهر الأرض، أصبح الإنسان تراجع إلى الوراء وأصبح شيئا من الأشياء وليس هو المركز الذي تدور حوله الأشياء. لدرجة أنه مثلا في مسألة علم اللغة، كان علم اللغة يتوقف تطوره على تطور الإنسان، أصبحت لغات البرمجة واللغات غير المقروءة اللي هي اللغات المرموزة مثل البازك والفيجوال وما إلى ذلك، وهي اللغات التي تنتج كل أشكال التكنولوجيا المحيطة بنا، أصبحت هذه اللغات لا تعتمد على الإنسان في المقام الأول، وإنما هي يمكن تطورها من ذاتها وبذاتها بعيدا عن الإنسان. هنا هذه هي فكرة ما بعد الحداثة. ما بعد الحداثة تلك أفضت أيضا إلى موضوع أصعب منها، وهو موضوع التفكيك، اللي هو تفكيك هوية الإنسان. تفكيك هوية الإنسان أفضى إلى ما نعيشه الآن، الليكويد أو حالة السيولة. نحن الآن نعيش حالة السيولة التي اختلطت فيها العادات والتقاليد والأعراف، وانهارت فيها الحدود بين الأماكن وبين النظم. وهذا ما رصده زيجموند باومان في سلسلة السيولة، الحداثة السائلة والحياة السائلة والحب السائل وما إلى ذلك. هو هنا يشير إلى هذا التماهي، بمعنى هذا الضياع بين الحدود والأشياء. فأصبح مثلا قديما كان المجتمع يعتمد على الالتزام بالكلمة الأخلاقية التي إذا قالها الإنسان فإنه لا يمكن أن يتحرر منها، الكلمة سيف. وكان المجتمع هو الرقيب أو الضابط على البشر لكي لا يتحللوا من الكلمة التي وعدوا الآخرين بها، اللي هو قطع الوعد على النفس مثلا. ما حدث الآن في ظل السيولة، أصبحت الحرية الفردية هي التي تهيمن. تحرر الإنسان من سلطة المجتمع، وبالتالي تحرر من وعده لأي شخص، وبالتالي أصبح في الإمكان أن يفعل أي شيء وأن يخرج من قيم اللعبة. هذا هو معنى التحول من الصلابة إلى السيولة. ولكن السيولة تنبئ بأخطار على العالم، وكثير من المفكرين والعلماء الآن يتحدثون عن غرق الحضارات. وهذا كتاب عنوانه، يعني عنوان كتاب لأمين معلوف، مكتوب بالفرنسية وترجم بدءا من عام 2016 إلى العربية، غرق الحضارات، ما بعد الرأسمالية، وغيرها من كتب تحدثت. بل إن ألان دونو له كتاب مهم جدا عن هذا الأمر، عنوانه نظام التفاهة، يتحدث عن أنه كيف سقط العالم في فخ التفاهة. وهناك أفلام أنتجت في ذلك تفاهة، لكنها تمثل حالة من التطور المستقبلي. دعونا نتذكر فيلم Don't Look Up، لا تنظر إلى أعلى. أليس هذا الفيلم يعالج فكرة التفاهة في مقابل دمار العالم، وكيف أن السوشيال ميديا أثرت على العالم في أنه يتوجه نحو التفاهة ويترك الخطر الحقيقي القادم إليه، وهو انفجار الكرة الأرضية من أساسه، تدمير الكرة الأرضية من أساسه. هذا هو ما نعيشه الآن. جميل. بالمصادفة أنا حاليا في طور قراءة الثقافة السائلة لسيغموند باومان، وكذلك الحب السائل عندما تحدث عن هشاشة الروابط الإنسانية، وكيف بإمكاننا اليوم من خلال فقط إلغاء متابعة أي شخص تنتهي العلاقة بشكل كامل. أسألك دكتور كذلك، اليوم هناك دعوة كبيرة للتخصصية، أن يكون الشخص متخصص داخل تخصص، لكنك ترى أن التخصصية قضت على المعرفية المتكاملة. ماذا تخبرنا عن الجانبين، المعرفية الشاملة وعن التخصصية؟ التخصصية تجعل أبناء حقل التخصص الواحد هم من يفهمون لغة التخصص.
يمكن أن نطبق ذلك على لغة النقد مثلا. عندما انغلق النقاد على أنفسهم في مجال الأدب فإنهم أصبحوا يفهمون بعضهم بعضا، وأصبح المتلقي العام لا يفهم شيئا. كذلك الأمر يمكن أن نقيسه في لغة الاقتصاد والسياسة والإعلام وما إلى ذلك. لكن ما يحدث الآن هو عملية انفتاح، أو ما سمي بالانترديسبلينري اللي هو البينية، التقاطع بين التخصصات. فرأينا مثلا اللغة كان علم اللغة منفصلا والتكنولوجيا منفصلة، أصبحت الآن تكنولوجيا اللغة، تكنولوجيا الطاقة، تكنولوجيا العلوم، تكنولوجيا الفيزياء، تكنولوجيا الكيمياء، تكنولوجيا المادة. هذا معناه أن التكنولوجيا أحدثت البينية أو العلاقة التي يمكن أن تتقاطع بين كل العلوم. وبالتالي هناك مثلا تطور الآن في علم اللغة، الكمبيوتيشنال لانجويستكس أو علم اللغة الحاسوبي. هذا العلم يتقاطع فيه 16 تخصص من التخصصات: الرياضيات، ماثماتكس، المنطق، علم اللغة، النحو، الصرف، الاجتماعيات، علم النفس، كل ذلك يتقاطع في علم واحد اللي هو علم اللغة الحاسوبي. وبالتالي هذا يردنا إلى السؤال الذي سألتيه أستاذ علياء، وهو التخصصية أم الموسوعية؟ نعم، الموسوعية هي الأبقى والأفضل. ولو راجعنا تاريخ الثقافة العربية منذ نشأتها حتى الآن سنجد أن المراحل التي تطور فيها الفكر العربي هي المراحل التي اعتمدت على الموسوعية. ابن سينا عالم في الطب وفي الموسيقى وفي الفلك وفي الشعر وفي الأدب وفي تخصصات متعددة، كذلك ابن رشد، كذلك أبو إسحاق البيروني وغيرهم وغيرهم. هذه الثقافة عندما كانت موسوعية، أنا اليوم عندما أقرأ كتابا في التراث فإنني أحار في تصنيفه، هل هو أدب أم يعني الجاحظ عندما صنع كتاب الحيوان، كتاب الحيوان فيه لغة وأدب ونحو وعلم اجتماع وعلم نفس وتصنيف بيولوجي وفيسيولوجي وأنيمي وأنيمالز وجغرافيا ثقافية، تخصصات متعددة داخلة في سياق كتاب واحد. ما الفارق بين التخصصية وبين الموسوعية؟ الموسوعية تعطي عمقا معرفيا، التخصصية تعطي هشاشة لأنها تسجن الإنسان، تضع داخل القمقم، وبالتالي لا يرى إلا نفسه. وكما قالها منذ قديم الزمان في الأوهام الأربعة فرانسيس بيكون، أوهام الكهف وأوهام السوق وأوهام العامة، يقع الإنسان في أوهام الكهف، أي يعيش داخل كهفه ويتصور الحياة ويقرأ الحياة ويؤول الحياة بمنظوره الضيق جدا، وبالتالي ينتج عن ذلك جميعه ما قاله ألان دونو، نظام التفاهة، لوموديوكر. نجد المثقف الذي يتحدث حتى في شاشات الإعلام مثقف مديوكر، يعني يتحدث بما يرضي الجماهير، يتحدث كلاما بسيطا يمثل كما أسميته أنا القشور المعرفية، القشور الخارجية، ولا يتغلغل إلى عمق الفكرة الداخلية. ولذا نحن أمة عمق، نحن أمة أخلاق، نحن أمة قيم، نحن أمة أفكار وعادات. وبالتالي كل ما نفعله الآن أو كل ما علينا أن نفعله الآن أن نعود إلى تراثنا العربي لنستمد منه فكرة الموسوعية والانترديسبلينري التي حققها العرب قبل أن يتم اختراع فكرة الانترديسبلينري. دكتور، ربما هذا يأخذني للسؤال القادم حول الجملة التي ربما صارت شهيرة عنك، أننا نسير إلى الأمام وأعيننا إلى الخلف. إلى الخلف، كيف نسير إلى الأمام ونرى ما أمامنا ونطالع المستقبل؟ أنا كنت أتحدث هذه الجملة عن أزمة يقع فيها العقل العربي، وهي أنه لا يستطيع إحداث التوازن في المعادلة بين الاستمداد من التراث القديم والتحرك إلى الأمام. لأننا إذا نظرنا إلى حالة الثقافة والمثقفين العرب سنجد أنهم يمكن تقسيمهم إلى الفئات التالية: فئة تراثية فقط، وأنا درست هذا في اتجاهات الوعي العربي، وهذا مصنف ضخم درست فيه اتجاهات الوعي العربي وكيف يفكر العقل العربي وما ما الذي ينقصنا في ثقافتنا العربية وما إلى ذلك.
سنجد ما يمكن تسميتهم بالتراثيين. التراثيون أولئك لا ينظرون إلى الحياة إلا بمنظور التراث، فيقيسون البلاغة المعاصرة على الماضي التراث. على الرغم من أن أبواب البلاغة التراثية تم إلغاؤها الآن، اللي هي التشبيه والكناية والاستعارة والمجاز المرسل، اللي هي علوم البيان والبديع والمعاني. لم تعد علوم البيان والبديع والمعاني صالحة لأن يتم استخدامها الآن، لأن الأسلوبيات المعاصرة هي التي أبدلت مكان البلاغة القديمة، وبالتالي التراثيون لا يعترفون مثلا بكثير من الأنواع الأدبية الجديدة، مثل قصيدة النثر مثلا، مثل قصيدة الإبجرام، مثل شعر الهايكو، لا يعترفون بهذه الأشكال. لماذا؟ لأنهم يقيسون الشعر العربي على الموزون المقفى فقط. هذا ما قصدته في مسألة أننا أمة تمشي إلى الأمام، تمشي على قدمين إلى الأمام، لكن أعينها معلقة إلى الوراء، لا ترى ما هو أمامها وتقيس على الماضي فقط. وبالتالي الحل لهذه المسألة هي أننا نعود إلى التراث لإعادة قراءته وإعادة إحيائه. أنا لدي سؤال طوال الوقت أحاول الإجابة عنه من خلال مؤلفاتي، وهو ماذا يصلح من تراثنا العربي لإعادة إنتاجه الآن في ظل مجتمعات المعرفة وصناعة المعرفة ومستقبل المعرفة، وفي ظل المحتوى المعاصر، المحتوى الآن مفهومه والمحتوى الذي يمكن تقديمه عبر الميديا والسوشيال ميديا ليتواصل معه الجمهور، لتتواصل معه الجماهير. هنا نتحرر من فكرة النظرة إلى الماضي وأعيننا معلقة به فقط. هنا نحن ذاهبون إلى التراث لكي نستخرج منه الكنوز ونأتي بها إلى الآن لننتجها في سينما وفي ميديا وفي فيديوز وفي أوديوز، وننتجها في صيغ معاصرة وكتب إلكترونية وكتب صوتية وأشكال معاصرة مما يندرج تحت مفهوم صناعة المحتوى. دكتور، في موضوع الأدب والثقافة أحياناً ربما تظهر ظاهرة معينة أو فكرة تكون رائجة، البعض قد يسميها موضة معينة في الأدب، كل كم سنة تظهر هذه الفكرة، البعض يراها شيء صحي لأنها شيء متجدد، البعض يراها فقط شيء سيظهر ويتلاشى، والبعض يحاربها أيضاً هذه الظواهر أو الأشياء الجديدة. كيف يتعامل الناقد أو الأكاديمي لما يظهر أو ما هو شائع اليوم في الساحة الأدبية؟ طيب، سأقول أمراً مهماً. هناك فارق بين التطوير والتحديث وبين الاختراعات، ولا أقصد هنا المعنى الإيجابي للاختراعات، ولكن أقصد المعنى بمعنى الموض، الموضة، الموضات التي ليس لها أصول. محمود درويش يقول: من ليس له أرض ليس له مطر يا بلقيس، أي من ليست له أسس وقواعد ثابتة لا يمكن له أن يبني بناءً. التطور في أي علم على أدنى تقدير تكون له جذور يمكن البناء عليها، لكن عندما تظهر مثلا ظواهر من قبيل الرواية التفاعلية، وسأقول كلاما أعلم أنه سيغضب الجميع، الرواية التفاعلية لا وجود لها على أرض الواقع. والحقيقة أنني دائما في أي ملتقى أجلس وأرفع الآيباد واللابتوب والموبايل فون وأقول لمن يتحدث عن الرواية التفاعلية: ائتني بنص واحد لرواية تفاعلية أقرأه معك الآن ونتفاعل معه بالصيغة التي تتحدثون عنها. هذه ظاهرة خادعة لا وجود لها. مثل هذه الظواهر لابد أن توضع في سياقها الطبيعي. وكذلك الأمر، هناك ظواهر كثيرة تظهر في الأدب والسينما والفنون وما إلى ذلك، بل حتى في الغناء، ثم تنهار وتسقط. ما المعيار الضابط أو الحاكم في مثل هذه الحالة؟ وجود الناقد المثقف
المتخصص الذي عليه أن يكون البوصلة دائما، ليس بمنطق الوصاية وإلغاء أي تطوير أو تحديث، لكن على الأقل يضع الأشياء في نصابها. أنا على سبيل المثال لست ضد البست سيلر، لكني لا أضعه في عداد الأدب الجيد مثلا، لا أضعه في عداد الأدب النخبوي مثلا، لا أضعه في عداد الأدب الذي يمكن تقريره على طلاب المدارس وطلاب التعليم. يدرس لكن في سياقه يشبه قصص أجاسا كريستي وأرسيل لوبين، هو بيسمى بالأدب الشعبي في الغرب، ولا يقصدون به الشعبي بمفهومنا نحن، لكن يقصدون به الشعبوي اللي هو الشائع، يعني الأدب البوبوليشنز أو ما إلى ذلك. يضعونه في سياقه لا يمنع، لكن يوضع في سياقه، لكن لا أجد مثلا أدب شعبوي من هذا اللي هو الأدب الشائع، لا أجده يوضع بجوار نجيب محفوظ مثلا ويساوى بين الأمرين. لا، هذا أمر لا يجب أن يكون. لماذا؟ لأن التصنيف دائما في كل مراحل وفي كل أشكال الحياة لابد أن تكون هناك درجات نضع فيها الأشياء في نصابها. معنى ذلك أنه علينا أن نعيد النظر في مسألة الظواهر التي تنتج بين الحين والآخر لدراستها علميا ووضعها في سياقها، وبالتالي توقع أفق ما إذا كان يمكن لهذه الظاهرة أن تستمر وأن تنتج أدبا جيدا من عدمه. مثلا قصيدة النثر، بعد هذا العمر الطويل الذي قضته من يعني استقبال ومن تلقي، هل كل ما يكتب الآن في سياقها يسمى قصيدة نثر؟ على الإطلاق هناك ما يكتب بطريقة السردية المفرطة، السردية التي ليس فيها مجاز ولا مفارقة ولا أي عنصر من عناصر الشعرية. لماذا يحدث ذلك؟ لأننا لم ندرس الظاهرة من البداية لنحدد أين تكمن الشعرية، أين يكمن عمق إنتاج الشعر، وبالتالي انفلت الأمر من أيدينا. لماذا؟ لأننا لم ندرسه بصيغة علمية، وعلينا بالتالي أن نعود إلى العلمية لكي نحقق الهدف المنشود ونواجه الظواهر الخادعة ونتبنى الظواهر الجيدة التي يمكن أن تطور الأدب والثقافة. دكتور، عندما نتحدث عن النقد أيضا، يعني هو موضوع البعض في عالم الإبداع والفنون الكتابية والبصرية وغيرها يقول أن النقد قليل مقارنة بما ينتج من هذه الأعمال. بعض الآخر يقول أن النقاد يكتبون لأنفسهم، وهناك فكرة كذلك لرونالد ماكدونالد كتابه حول موت الناقد وظهور أشخاص يرون في أنفسهم نقادا لأنهم على سبيل المثال مطلعين أو يقرؤون في هذا المجال. كذلك القراءات الانطباعية، وجود أشخاص يكتبون عبر الإنترنت والمنصات المختلفة ويعطون آراء انطباعية. البعض قد يقول أن الناقد ربما وجوده قد يكون أقل حضوراً أو أهمية اليوم. ماذا تقول أنت في ذلك كناقد وأستاذ جامعي في مجال النقد؟ على الرغم من أنني أستاذاً جامعياً، إلا أنني سأقول كلاماً أيضاً قد يغضب المؤسسة الأكاديمية بشكل عام. كل ما تفضلت به يا أستاذ علياء أزمة حقيقية موجودة في ثقافتنا العربية، المتسبب الأول فيها هو المؤسسة الأكاديمية، لأن المؤسسة الأكاديمية لم تفرق من البداية بين تدريس النقد والنقد. النقد تشكل خارج المؤسسة الجامعية، وتدريس النقد لا ينتج ناقدا. يعني أستاذ النقد الذي يدرس النقد هو ليس ناقد. متى يكون ناقدا؟ إذا استطاع أن يتعامل مع النص بمنطق أو بمدخل نقدي أيا كان هذا المدخل، وإذا استطاع أن يتفاعل معه لكي يحلله بصيغة أو بأخرى. هذا لم يعد حادثا إلا في نماذج قليلة جدا. أولئك الذين يتحققون خارج المؤسسة الأكاديمية ويدرسون النقد، أولئك فقط هم النقاد من المؤسسة الأكاديمية. أما فيما عدا ذلك فإن الأمر يجب التفريق فيه بين شيئين، بين التحليل النقدي والقراءة النقدية. القراءة النقدية هي ما نراه في حفلات التوقيع، في الندوات الأورال
الندوات الشفاهية من يجلس يتحدث هنا يقدم قراءة نقدية يبدأ فيها بتعريف المؤلف أو الكتاب أو ديوان الشعر أو المجموعة القصصية أو الرواية أو النص المسرحي أو حتى الفيلم أو ما إلى ذلك، يبدأ فيه بتعريف الموضوع ثم يلتقط بعض العناصر أو بعض الإشارات من داخل النص لكي يتحدث عنها، متبنيا في ذلك منهجا غربيا، متبنيا مدخلا عربيا تأويليا أو ما إلى ذلك، متبنيا حتى النقد الثقافي. وأنا أرى أن كل ما يقدم يندرج تحت القراءة الثقافية وليس النقد الثقافي، لأن النقد الثقافي له أسسه وله أصوله، اللي هو النقد المركزي والنقد الأيديولوجي والنقد النسوي وما إلى ذلك. أما ما يقدم الآن فهو قراءة ثقافية تلتقط بعض العناصر من النص لتحاول تفسيرها أو تأويلها وتقدمها إلى المتلقي. وبالتالي ما أراه الآن هو أن ما يمارس على السوشيال ميديا هو شكل من أشكال القراءة الثقافية، أما النقد الحقيقي فهو قليل لمن يمتلكون القدرة على التعامل مع النصوص والتحرر من سلطة المناهج النقدية الغربية التي أوقعتنا في خديعة وأسقطت عنا الهوية العربية وجعلتنا ننفصل شيئا فشيئا عن تراثنا وعن هويتنا وعن ثقافتنا، فأصبحنا مثلا نحلل النص بالمنطق التفكيكي أو البنيوي للبحث عن العلاقات السنتيجماتيكية والبراديجماتيكية، العلاقات الأفقية والرأسية. أين هوية النص؟ دكتور، أخيرا كيف تتم مراعاة خصوصية كل نص قبل الشروع بنقده؟ هناك الحقيقة بعد لابد من الإشارة إليه، وهو بداية لابد من ربط هذا النص بالسياقات الثقافية التي أنتج فيها. على سبيل المثال، أنا عندما أتعامل مع نص خليجي سيختلف بالنسبة إلي عندما أتعامل مع نص ديني، وسيختلف عندما أتعامل مع نص من أوروبا. أعطي مثالا بسيطا يقرب المسألة. عندما أقرأ جملة من قبيل أحتمي الاحتماء، أحتمي ببيتي الثلجي، هذه الجملة إذا قرأت في بلاد الإسكيمو فثقافيا ستكون جملة عادية، لكن عندما يقولها أحد ساكني بلدان الخليج فهو يعبر عن حالة من البرودة العاطفية التي يعيشها. هنا خصوصية النص، ربطه بالبيئة الثقافية الخارجية سيؤدي إلى فهم، بل إن البلاغة ذاتها لا تكون بلاغة، المجاز لا يكون مجازا إلا بربطه بالواقع الثقافي. عندما أقول قابلت أسدا وأنا في بلدان عربية فهذا مجاز، معناه أنني قابلت رجلا كالأسد، معناه أنني قابلت عنفوانا قوة. لكن عندما أقولها وأنا في إفريقيا، في جنوب إفريقيا، فربما قابلت أسدا بالفعل في الشارع في الغابات. إذن هنا انتفت صيغة المجاز منها. بسبب ماذا؟ بسبب البيئة الثقافية المحيطة. إذن العنصر الأول الذي أراعي فيه خصوصية النص هو البيئة الثقافية المحيطة. العنصر الثاني مستوى كاتب النص. بمعنى ماذا المستوى؟ أنا عندما يتقدم إلي كاتب أو كاتبة مبتدئ أو في البدايات لا أطبق عليه قوانين النقد الصارمة كما أطبقها على نص لنجيب محفوظ أو توفيق الحكيم أو محمد البريكي أو غيره، لأن هؤلاء محترفين. لكن الكتاب المبتدئين أراعي معهم الخصوصية لكي أشجعهم. هل معنى ذلك أنني أجاملهم إلى حد المبالغة؟ على الإطلاق، لكني قد أغض الطرف عن بعض اللهينات، عن بعض السقطات، عن بعض مناطق الضعف، وأحدثهم فقط عن مناطق القوة لكي يتقدموا إلى الأمام. لكن مع كاتب محترف، مع تحكيم مسابقة دولية، أطبق قواعد النص الصارمة. إذن هناك خصوصية تنتج عن الثقافة، خصوصية تنتج عن المستوى، هناك خصوصية أيضا تنتج عن متطلبات النوع الأدبي. تحكيم الرواية أو قراءة الرواية سيختلف عن القصة القصيرة. أنا قد أقبل في القصة القصيرة أن يتم تقديم الشخصية بشكل مجتزأ، بشكل سريع، في إشارات عابرة، لكن الشخصية في الرواية إن لم يكتمل
تصويرها بأبعادها الخارجية والداخلية، بتطور وعيها. يعني على سبيل المثال الرواية حققت تطورا، فلم تعد الآن تهتم بالأبعاد الجسمانية والأبعاد النفسية، ولكن بعد الوعي تدخل في الأمر. الكاتب الذي لن يستطيع أن يقدم أو يرسم صورة الوعي، يعني يصور لي حالة الوعي لهذه الشخصية التي يرسمها، إذن هنا أنا لا أتهاون معه بأي شكل من الأشكال، لأنه كاتب لم يكمل أدواته الكتابية. وبالتالي هناك خصوصيات في كل نص أنا أراعيها، تبعا للنوع الأدبي، تبعا للحالة الثقافية، تبعا لمستوى الكاتب. شكرا لك دكتور محمود الضبع على وجودك معنا في حلقة اليوم. أشكرك، شكرا لي. شكرا لوقتك. نلتقي مشاهدينا في حلقة جديدة.